مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ككل يوم يا احد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافه. الضيف ديالنا هذا النهار هو السي هشام باحو، احد مؤسسي مهرجان البولفار اللي هو كما يعرف الجميع من اشهر المهرجانات الموسيقيه في المغرب والمخصص لموسيقى الشباب. وغنتكلموا لمده ساعه عن الثقافه في المغرب وعلاقه الشباب بالثقافه في بلادنا. السي هشام باحو مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا لك حضور الدعوه. شكرا على الاستضافه. كان خاص يكون معنا مومو اللي هو العضو المؤسس الاخر، يعني انتم واحد الديو معروفين اللي ما قدرش يكون الان واحد الاسباب قاهره ما قدرش يجي معنا يكون معنا اليوم. انتم نورمالمون خاص تكونوا بجوج معنا. يكون فيها جوج اليوم ان شاء الله. معنا ايضا امين بوسحابه صحفي بيوميه ليكونوميس. امين مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا لك حضور معنا. شكرا على الاستضافه. وحمزه حشلاف صحفي بموقع دوزان بويما. مرحبا بك حمزه. شكرا عبد الله. شكرا لك. اذا هذا الاسبوع هذا يعني ابتداء من 13 سبتمبر 13 في هذا الشهر هذا غدا ترجم لي البولفار المهرجان كما قلت المعروف في المغرب واللي كل سنه كيجلب مئات الالاف ديال الشباب كيجيو يحضروا باش يشوفوا اللي ساهم في البوزو. ظهرت واحد المجموعه ديال سواء الفنانين سواء مجموعات مثلا هو بابا سبيري الدرقه اللي ساهم البولفار في الظهور ديالهم في النشاه ديالهم. هذه تقريبا واحد 20 سنه ال 21 سنه فيه. واش كنتي كتوقع بان هذا المهرجان هذا غيوصل لهاد الشعبيه ديالو الحاليه وبانه غيدوم 20 سنه و20 سنه نتلاقاو دابا غنسولك هاد الاسئله هادو؟ لا نهائيا، بالعكس احنا في الاول كنا بعد ما كانش الهدف نديرو مهرجان كبير، بعدا لا نوسيون غير ديال لا تاي كبير ما كانش في الفكره. الفكره كان غير كنضمو حفلات دي كونسير مع لي غروب شبابين ديال الميتال ديال الروك والهيب هوب بشويه بشويه، ولكن كنفكروا غير في ديك الساعات، حنا ما كناش كنفكروا في الغد. بالعكس 99 2000 2001 2002 كنقولوا راه غير باقي هذا العام غادي نعطيو لاطاك، ومن بعد انا بعدا شخصيا كنقول غادي ندوز لحاجه اخرى. غنخدم يعني غنخدم معقول ندير شي حاجه، وكنت خدام يعني كنت خدام مسائل اخرين و كبينيفول ك ك ك كفولونتير يعني كنت كنعطي بزاف ديال الوقت حيت هي هذا الشيء اللي جمعنا. كنا بزاف ديال الناس انا ملي تلاقيت مع مومو الفرقه في لافول سيتي يعني هذا لافونداسيون ديزوف لايك لافيديراسيون ديزوف لايك فين كان مسرح قديم وزوين اللي كان في الدار البيضاء في شارع موسى بن نصير باش فوالا اللي هي هذاك المحل هو اللي حيت كان لا سين كان محتاجه الفرق كان محتاجين فين يتمرنوا فين يخدموا خص بلاصه خص مكان يعني حيط فين بنادم كيدخل كيجلس كيتلاقى مع ناس اخرين كيخدم ان اسباس دو ترافاي. هذا الشيء هو اللي ما يبقاش غير في الديور وما بين الصحاب لا ديور ما الا عندك فرقه خاصه بالنسبه للفرق اللي عندهم لي زانسترومون الالات لي ميوزيك لي غروب دو ميوزيك كومبليفيي لي زومبلي الباتري ما عمره ما غاديش يقدر يخدم في الدار ولا في يعني ما يمكنش حيت كاين الصداع وكتكون واحد الفتره اللي عندها واحد النهايه قريبه. شحال من فرقه شفناها ما كملوش على قبل هذا المشكل الاساسي في المغرب كامل عند كاع الفرق اللي هو ما كاينش الاماكن ديال الخدمه. واش كان في هذيك الساعه في هذيك الوقت في الظهور كانت شي حاجه يعني ثقافيه ولا اجتماعيه ولا سياسيه اللي خلات بان هذا الشيء غيظهر وبانه تكون واحد الدفعه للمهرجان؟ ملي بدينا في 99 بعدا كان في لافول كانوا دي كونسير اللي كانوا كيتنظموا ديال فرق شبابيه لي غروب اماتور حيت كانوا بزاف ديال لي غروب غير ما عندهمش واحد المده مده الحياه ديالهم قصيره يعني من بعد كنلقى بزاف اللي كانوا ايتوديون كيخدم ولا كيمشي كيسافر برا باش يقرا يعني الفرقه ما بقاش عندها مستقبل. وحنا خدمنا مع لي جروب ديال التسعينات ديال الروك والميتال اللي هما كانوا كيلعبوا كل خطره فين كيلعبوا في واحد قاعه الحفلات مثلا باب البحر في المدينه القديمه حدا كازابور لاكاج بالنسبه للدراري ديال الهيب هوب نهار السبت في العشيه وكانوا بزاف ويعني الموسيقيين هما اللي كانوا كينظموا وهما هوات يعني ما كانش كان واحد التنظيم ما غاديش نقول عشوائي حيت هما ماشي حرفيين ولا يعني باقي شباب مدار مع الوقت باش يدير كونسير عيط على البوبليك اللي كاين يعني كتلقى في نفس الوقت كيقرا وفي نفس الوقت كينظم حفل كان شي حاجه يعني كانت واحد لا ديناميك كان بزاف ديال لي كونسير غير القضيه مشتته كل واحد بوحدو. حنا اللي كنا ماشي غير المهرجان حيت هو المهرجان ديال 99
حنا في لافول كنا كنخدموا العام كامل. يعني كان محل كان استقبال، كانوا موسيقيين كيجيو كيتمرنوا. بالنسبه لي قدرنا نعطيو المكان باش يتمرنوا، يعني اما اون بوتيت سال ولا واحد القاعه ديال لا دونس ولا المسرح الخشبه ديال المسرح. وخاصه بالليل كنا كنبقاو حتى لوحده جوج الليل باش كتقضي الغرض، حتى كنسالوا لي زاكتيفيتي ديال النهار في لافول عاد كيدخلوا لي جروب. وكان كان الطلب بزاف، حنا جمعنا الزهر اللي كان عندنا، هو بدينا في واحد المكان معين ولهيه جمعنا الناس. يعني مع مومو كان الخدمه اللي درنا الا جينا نشوفوا، يعني حنا كنا بحال اون انيمي واحد الريزو. يعني كنا كنجلبوا بزاف ديال الناس، كانوا الموسيقيين وحنا كنا كنجيبوا ناس اخرين. حتى كنا واحد كنا بواحد الطريقه عفويه، ماشي ما كانتش مدروسه. يعني ما كانش شي بروجي ولا شي مشروع ولا شي حاجه؟ لا، المشروع اللي كان هو نحاولوا ننظموا لي كونسير، حيت كانت لا سال، كان ليكيبمون، يعني وداك الشيء اللي انا بعدا شخصيا كنت كنحلم. ما كانش لو لايف، انا كنحلم غير نشوف واحد لاسين فيها موسيقيين ونسمع داك التخرشيش ديال الناس. واش غير في كازا بوحدها ولا كنت كتجيب حتى الناس ديال المدن اخرى من بلايص اخرى؟ في كازا غالبا، ولكن في لافول كنا جبنا فرق من في 2000 كنا جبنا راعد جروب دو روك من اكادير مع لي قناوه داكادير اللي كان المعلم هو رؤوف، اللي رؤوف اللي اليوم هو اللي عنده الجزاويه في اكادير، هو اللي كينشط المدينه والنواحي، حيت هو اللي عنده عتاني نفس القصه مكان ديال التمارين، حيت ما كاينش حتى في اكادير وفي مدن اخرين ما كاين حتى شي مكان ديال. يعني احنا كنا عرضنا مثلا هذا الفنان في 2000 عاودنا تلاقينا حتى داز شي 15 عام اوكازيون دو سون بروجي ديال الجزاويه مي كنا جبنا فرق من الورزازات من الرباط من الاغلبيه ديال المدينه، حيت ما كانش عندنا لي موين ديال الامكانيه باش تخلص ترونسبور وكيل و... غير محصور في الدار البيضاء في الاول من بعد بشويه بشويه. امين مصحبه، نرجعوا للبدايه ديال بولفار نبدا العقل. قبل البولفار ميم في لافول في 76 79 كانوا افكتيفمون بزاف ديال الناس، انا كنعقل في لي كونسير كانوا اكثر من الناس برا على الداخل. تكون هذا الشيء ووصلتوا اللي وصلتوا له اليوم، ومازال كنهضروا على الموسيقى الشبابيه. الوغ كو الناس كبروا الاكتيفيتي ديالهم عندهم عائلات 30 40 سنه عندهم 40 كبرنا كنا جميع زعما هذه الموسيقى واش باقا شبابيه؟ اللي كيقول الموسيقى الشبابيه كتلقاه هو بعيد، يعني كاين واحد ان بوان دو فيو بواحد المسافه. يعني اللي كيدير هذه الموسيقى واللي كيسمع راه ما كيقولش موسيقى شبابيه، يعني عنده 50 عام ولا 60 عام اذا كيسمع الروك من صغرو كبر ما كيقولش. والموسيقى راه موسيقى، راه ما كاينش مثلا جينا نشوفوا مثلا الموسيقى الشعبيه بصفه عامه كتلقى الدراري الصغار من 4 سنين 5 سنين 6 سنين حتى 86 عام، يعني كتلقى عده اجيال كيقسموا واحد التراث، واحد الموسيقى، واحد يعني الموسيقى هي كتفوت هذه اللغه ديال الاجيال. ولكن في نفس الوقت الموسيقى كتكون عتاني، كيكون جيل كيقدر يستعمل الموسيقى باش كيدير البلاصه ديالو، كيقول كيدير واحد الحدود، كيقول شتي دابا انا هذا هو التريتوار ديالي، ها اللغه ديالي، انا ما بغيتش ندير بحالك، ما بغيتش ندير بحال الجيل اللي قبل. واليوم علاش كنقولوا الموسيقى الشبابيه ولا باقي كنقولوا شحال من واحد كيقول لا نوفيل سين موزيكال دابا راك 20 عام هذه وكنقولوا لا نوفيل سين، حيت باقي ما شداتش بلاصتها، حيت باقي كتبان بحال الا شي حاجه غريبه. وتا داك الشباب اللي كيسمع كيبان لهم بحال واحد يعني كاين واحد هادشي بين قوسين باقي حنا في هذا باقي ما بحال ما تقبلاتش بواحد الصفه يعني ديفينيتيف. سي شمح واحد القضيه بانه كاين واحد النقطه هي بانه هذه الموسيقى هذه كانت كدوز في الراديو كانت كدوز في التلفازه، وايضا ملي كنشوفوا الاقبال عاوتاني حتى ديال الشباب عليه، مثلا كنشوف مثلا غير واحد المعيار واحد الانديس اللي هو مثلا عدد المشاهدات مثلا في يوتيوب كتلقى داك الشيء بالملايين. في الحضور مثلا ملي كتجي مثلا جروب مثلا بحال هوبا هوبا سبيريت مثلا باقي عاقل واحد 4 سنين هذه كانت تقريبا مئات الالاف حاضره. اذا ما يمكنش بان نعتبروها بان
انها موسيقى هامشيه ولا غير معروفه ولا كما قلتي باقا جديده؟ يمكن مازال لي زانستيتيسيونيل مازال ما عرفوش بها، ما انا لو بوبليك ما عرف بها. البوبليك بطبيعه الحال ما عرف بها، ولكن كاين واحد الفراغ في الميدان الثقافي، يعني في مثلا ما كاينش اللي كنقولوا دابا لي زانستيتيسيونيل ولا شكون اللي كيبروغرامي. دابا كاين مهرجانات ولكن هادشي ما كاينش، مثلا قاعات ما كاينش قاعات صغار. اش كيطرا في العام كامل؟ ماشي غير في الدار البيضاء، حتى في المدن اخرين. راه هنا فين كاين واحد فراغ في الوسط وفراغ كبير، بحال قلتي نقزنا بغينا نمشيو للاخر ديريكتومون باش نديرو ديسين كبار، مهرجانات كبار اللي مزيانين وقادين الغرض وعندهم واحد لا فونكسيون، ولكن ما يقدروش يرومبلاسيو لي زوطر فونكسيون ديال مثلا ديال القاعه. واخا قاعه صغيره فيها غير 200 بلاصه، عندها واحد لا فونكسيون العام كامل، كتقدر تحرك واحد الحياه ثقافيه مع حمزه عشلف. انا واحد النقطه، دابا ملي كنشدو بولفار كفيستيفال، باسكو البولفار سي با سولمون فيستيفال، سي توت ان بروجي اللي كيبقى خدام العام كامل. مي لو فيستيفال هو لي ليماج دو مارك اللي زاد الكتاب. في لو فيستيفال عندنا اون سين دانفيتي وعندنا لو ترومبلان، ودارت بزاف ديال الخدمه في هذا لو ترومبلان كي دور دابا دوبوي 20 طون. دايوغ قبيله جبدنا واش اسماء ديال المجموعات اللي واش كانوا كيجيو من برا المدينه. اول مجموعه اللي فازت بان تيتر في ترومبلان هيب هوب، مجموعه ماشي من الدار البيضاء ولا من المركز، يعني سا فو دير كو ديك الساعه كانوا كيجيو. ترومبلان هو الفرقه اللي مخصصه بان ذوك الفرق ولا المغني يلاه صاعدين يلاه غاديين. وفي ترومبلان كانوا اسمح لي لا قطعتك، من 99 كانوا فرق في المهرجان كيجيو من المدن اخرين ماشي غير الدار البيضاء. انا الجواب اللي عطيتك قبيله على بالنسبه للقاعه العام كامل. فهاد لو فولي ديال ترومبلان خلال 20 سنه ديال العمل، واش لي زاتونت اللي كانوا عندكم بخصوص المسيرات ديال هاد المجموعات اللي كيربحوا واللي كتعاونهم كتعطيهم ان ابوي في الاول، واش كان ساتيسفيزون بالنسبه لكم ولا يعني ما بين 0 حتى 10 يعني 0 حتى 10 قلت لك تعطينا واحد نتوما واش فوزات ساتيسفي في لي ريزولطا في كاع لي كاتيغوري بالنسبه لي كارير؟ بالنسبه لي كارير ديال الفنانه ديال لي جروب ولا لي زارتيست فوالا اللي كيكون لا بروغريسيون ديال حيت كيكون ان اكومبانيومون اونجيسترومون كانت كتعاونهم حتى في لا ميدياتيزاسيون ايتترا. كاين اللي كيكملوا كاين اللي ما كيكملوش. الا قبطنا يعني لو بيلون ديال 20 طون، انتوما بالنسبه لكم واش سيتي ساتيسفيزون او با؟ انا نكذب عليك الا قلت لك الا قلت لك سي ساتيسفيزون. يعني انا بالنسبه ليا سي با ساتيسفيزون، ولكن ماشي حيت ما نقدروش نحطوا هذه المسؤوليه كلها غير عند دوك لي جروب، حيت لي جروب هما كاينين في واحد لونفيرونمون يعني حتى هما انديبوند دو بزاف ديال الحوايج. يعني سي با ساتيسفيزون ا نيفو جينيرال كي توش تو الموند، كي توش لي زارتيست مي كي توش لي انستيتيسيون بوبليك بريفي لي ستركتور كولتوريل سوسيال ديال المدينه فين كاينين. مي فعلا مي كاين فرق، كاين فرق اللي خدموا وتجاوزوا هذا الشيء وكيبقى مثال وكيبقى دليل على راه ممكن زعما ماشي حيت انا هشام سولتك سؤال كنعرف شويه التوجه ديالكم كومون فواي لي شوز لا تا لا مومون. انتم بالنسبه لكم بولفار سي با سولمون فيستيفال دو ميوزيك ولكن مهرجان ثقافي، ما تتفصلوهمش. سوف كو هذا رايي الشخصي، اغلب المجموعات ناخذ مثلا الكاتيغوري ديال لو راب هيب هوب، اغلب المجموعات خصوصا في الخمس سنوات ست سنوات الاولى اللي عرفت لو ديماراج ديال لو فيستيفال يعني بدايه 2000 كنتي كتحس بلوس دي مثلا دي جروب دو راب كو دي جروب دو هيب هوب كثقافه الثقل ديالها. وكنحس بان كنتو تبغيو تخدموا على هذا الفولي ديال العمق الثقافي ديال هاد الموسيقات الميوزيك اوربان اللي كان جيو. ربما ما يمكنلكش دير كل شيء، يعني كنحس بان كان عندكم اون اونفي باش انكم تزيدوا تخدموا على هاد الفولي هذا ديال النهضه الثقافيه ديال هاد الميوزيك. كان باش نجاوب على السؤال ديال كنحاولوا ديجا حنا نطبقوا على ريوستا، يعني الخدمه ديالنا عطاو واحد لاكس اللي ما يكونش غير خفيف ليجي، يعني ما يكونش غير بوب ولا مينستريم، يكون واحد العمق. دابا هاد الفرق راه عندهم حتى هما راه عندهم دي ليميت في الساحه الفنيه، يعني
اللي بغى يكمل في هذا الطريق كيلقى راسو بحال تيخصو مفروض عليه باش كيتبع واحد الطريق يعني باش يقدر يقيس الجمهور غران بوبليك حيت ما كاينش بزاف ديال لي ديبوشي كاين لي راديو ولي راديو باش تدوز فيهم راه عندك كاين دي كونديسيون كاين دي كونترانت ابار لي فورما تكنيك وداكشي حتى كاين في ليسبري والكلام وبزاف ديال المسائل وما كاينش واحد اللي مثلا بغى يكمل ويدير واحد مثلا نهضروا على لا كرياسيون اندر جراوند ولا لي غروب ما عندهمش مجال ما ما ما, ما غاديش يقدر يعيش حيت ما كاينش نهائيا مجال فين غادي يقدر يطور المشروع الموسيقي ديالو الا الا هو مولو يعني الا هو اللي غادي ما كاينش شي هذه القضيه هذه ديال بانه الان مثلا بان عرفوا بان الثقافه في المغرب عندها مجموعه ديال العراقيل ومجموعه ديال الصعوبات مثلا مشينا حنا بقاو غير في هذا النقاش الدومين هذا اللي كنتكلموا عليه شنو هما اهم العراقيل مثلا بهذه القديمه اللي تكلم عليها حمزه بانه الا كان مثلا واحد مشروع ثقافي او لا مثلا واحد الكوبا ولا واحد فنان مثلا باغي يطلع وربما عنده بان عنده الا دي طالون كاين الموهبه كاين بزاف الحوايج شنو هي اهم العراقيل اللي كتكون قدام المشاريع الثقافيه خصوصا المتعلقه بالموسيقى شنو انتوا مثلا بان واحد الوقت ربما جا قلتوا هذا الشيء هذا ما بقيناش غادي نكملوا الله يجعل البركه شنو اهم عراقيل اللي كتوقف قدامكم بالنسبه ليا يعني من اهم العراقيل ما غاديش نقول الامكانيات حيت كلشي كيقول الامكانيات وفعلا الامكانيات كيقدروا يكونوا يعني مشكل كبير ولكن الامكانيات كاين وقتهم قبل ما نوصلوا بعد لهاد نقولوا راه خصني الامكانيات اشنو كاين قبل لا بالنسبه للفنان لا بالنسبه للحرفيين في الفن لا بالنسبه لي زانترفونون الاخرين اليوم اللي خاص ما كاينش واحد لا فيزيون ما كاينش واحد لا استراتيجي ما كاينش شي حاجه اللي مقاسمينها مع بزاف ديال الناس يعني واحد لا فيزيون مشروكه وخدامين عليها مثلا المدينه او المنطقه او وزاره الجهه او الجهه وزاره التربيه الوطنيه وزاره الشباب راه هادو كاملين يعني عندهم مسؤوليه في الثقافه ماشي غير وزاره الثقافه بوحدها هادو كاملين عندهم مسؤوليه القطاع الخاص الشركات لو بريفي عندهم مسؤوليه علاش حيت حنا دابا في النطاق كنهضروا في واحد الساحه كبيره ديال الثقافه اللي داخله في التربيه يعني التربيه والثقافه راه ملاصقين ما يمكنش تحيد والتربيه الوطنيه المدرسه مهمه المدرسه علاش حيت الثقافه راه يعني كتعلم لا براتيك ديال الثقافه من الصغر الموسيقى الا ما كانش حاضره في المدرسه راه كيبقى مشكل كبير في المجتمع يعني غادي نربي واحد الفوج واحد الجيل ما عندوش نهائيا ما عندوش واحد الحياه الثقافيه وما طالبهاش ما بغاهاش يعني بحال قلتي خوينا عطينا غير واحد لونسينيمون تكنيك سكولير وحيدنا له واحد المجال كبير وحيدنا له واحد المجال كبير لذاك المجال كان ديما مثلا في الثقافه الشعبيه كان عندنا في الثقافه في التربيه الشعبيه كاين الثقافه حاضره بواحد الطريقه كبيره لا في الكلام في الشعر الموسيقى لي زانسترومون لا بيركسيون المسرح القصه يعني كاين هذه بواحد الطريقه اللي حنا كاع ما كنشوفوها تلمو مولفينا اللي هي طريقه عفويه ولكن في المدرسه يعني نقولوا في التربيه الحضاريه ما ضربناش ليه الحساب بحال قلتي هذا الشيء ما ضربناش ليه الحساب واليوم كنعتبروا غير خضره فوق الطعام غير شي حاجه زايده واليوم المشكل اللي كاين على بعض الخطرات ملي كنهضروا مع الناس ما كيعطيوش واحد الاهميه لهذا الثقافه كمجال هذا هو المشكل الكبير اللي كاين يعني باقي الناس كيقولوا وا يعني اللي تعترم يعني ماشي شي حاجه ما خصهاش اون بوليتيك ولا اون استراتيجي ولا تضرب ليها الحساب كبير ولا راه داكشي موسمي يعني كتبقى خدام بحال في شي حاجه غير باراليل وإلا كانت مزيانه إلا ما كانتش ماشي مشكل ما كطرح حتى شي مشكل هادشي اللي كتهضر عليه هشام هو كاين واحد ما كاينش واحد مشروع وطني حول الثقافه ومام بلوس كمشروع واحد ميثاق وطني حول الثقافه لان ما كاينش واحد الاراده كاين فراغ سياسيه باش نعتبروا الثقافه قطاع بحال القطاعات الاخرى نخدموا عليها مثلا اليوم كنهضروا على الصناعات الثقافيه هذا الكونسيبت باقي عندنا بعيد بزاف وفي فرنسا مثلا الصناعه الثقافيه كيدخلوا الدوله 7 مرات اكثر من صناعه ديال السيارات مثلا سي جوست ان شيفر انكرويابل وهذا البرنامج الثقافي متحف اللوفر مثلا متحف اللوفر بوحده كتدخل ليه 10 مليون ديال الناس يعني تقريبا داكشي اللي كيجي للمغرب كامل في عام حنا في متحف اللوفر كيجي في عام متحف اللوفر بوحده
وعاد ملي كنهضروا على ملي كنهضروا على الصناعه الثقافيه فيها المتاحف فيها المسرح فيها فيها لا فورماسيون فيها لي جو فيديو فيها التلفازه فيها السينما فيها الحرف الحرف لي تكنيسيان العديد من هما اللي ما كاينش في المغرب. واش كاين واحد شي طريقه باش نقنعوا بدات لي ديسيدور بان الثقافه هي ان اوتي ديال الديفلوبمون وبالثقافه يمكننا نحلوا بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه اقتصاديه اكسيتا بيت. هذا هو اللغه اللي كيفهموها هما. يمكن الا بقينا كنقولوا بان الثقافه مزيانه وكتفتح العقل وكتريح الانسان اكسيتا اكسيتا ماشي هذا هو بدات لو لونغاج اللي خصنا نهضر مع ما بدات مع لي ديسيدور لي ديسيدور والمغاربه بصفه عامه ايكونوميك براغماتيك المغاربه بصفه عامه. اولا بعدا لا كونديسيون خصنا نحيدوا من ديك الفكره ديال اللي كاينه دابا كدور بزاف اللي فكره سهله وكلام سهل ديال القهوه ملي كتكون جالس مع صحابك باش كتخضر الهضره. باش الثقافه حنا تنبعدا ملي كيقول لك تن الخبز بعدا هو الاول عاد الثقافه كتجيب الخبز. لا دابا المشكل كنديروا واحد كنفرقوا شي حوايج ما كيتفرقوش ملي كنفرقوا الثقافه بحال الا كنعتبروها شي حاجه غير زايده اللي كنقولوا حتى بعدا نديروا المهم نطلعوا الطرقان ونأسيروا الخبز عاد نفكروا عمرها ما كانت نهائيا في التاريخ ديال البشريه. يعني وكنهضر التاريخ ديال البشريه كله ثقافه حاضره في اي وقت كما كانت الظروف كتكون ثقافه والثقافه هي اللي كتبقى في لا ميموار ديال الشعب ديال شي ثقافه ديال حضاره. راه كاع ملي كنتفكروا كنهضروا شويه على الشعوب كنهضروا غير على الثقافه ما كنهضروا على حتى شي حاجه اخرى كنهضروا على بالضبط على الثقافه. ولا ميموار هي الثقافه يعني هي الشعر الكلام الموسيقى يعني التاريخ كيكون في الشعر والاغاني كيكون مثلا كنشوفوا غير القرن 20 الا نشوفوا مثلا الشعر في سميتو في الريف ولا في الاطلس المتوسط ولا راه كتلقاه كيعاود لك التاريخ ديال القرن 20 كله. يعني كتلقى واحد الشعر كيبدا في 1902 ولا 1903 وكل خطر كيزيدوا فيه وكتبقى واحد لاكرونيك طويله. يعني كنهضروا على دوك الناس اللي حنا كنعتبروا مقاريين ما عندهم ثقافه راه حنا اللي ما بقاتش عندنا ثقافه في المدينه حنا اللي خوينا يعني ولات من غير الكره من غير شي مسائل اخرين. ما خصنا بعدا نحيدوا هذه الفكره ديال الثقافه راه غير زايده حيت الثقافه هي حنا فين ما كاين بشر كاين ثقافه وهي التربيه. على باش كتربي على باش من صفر حتى ل 15 عام ولا 20 عام باش كيتربى الدراري باش كيترباو كيترباو بواحد بزاف ديال المسائل وبثقافه. يعني راه بثقافه باش كتخلق لهم واحد المجال واسع باش الواحد كيتعلم يهضر كيتعلم. وبالعينين كنبغي نرجع للمجال الشعبي او البدوي كاع حيت اللي هو واحد الا جينا نهضروا على تمغربيت ولا لادين ديال المغاربه حيت كتلقاها القضيه كتلقى غير واحد مثلا الناس اللي كيتجمعوا غير العائله ولا موضع والناس كيهضروا وسمع ديك الساعات سمع الناس ملي كيهضروا راه كيهضروا الكبار ماشي حيت كيقولوا الصغار ما تهضروش حيت الصغير باش يهضر خصو يكون واعر خصو يكون كي عنده واحد لا ميتريز ديال اللغه باش كيقدر يجاوب ويهضر بداك بالمعاني كيخص بحال مثلا في الثقافه ديال الهيب هوب كاين الثقافه ديال الباتل ديال لا كونفرونتاسيون هذيك المنافسه اللي كتكون بيناتهم نفس الحاجه كاينه في التراث الشعبي. يعني في عده مناطق كتلقى هذه القضيه حيت غيجي يقول لك ولكن هذه راه ثقافه داخله علينا. هذا واحد النقاش اللي كيعاود كيرجع دائما كيقول لك بان هذه ثقافه داخله ماشي من التراث ديالنا ماشي من اش نقول لك على النهار الاول اللي في الملحون مثلا داك السيد اللي جاب لهم الكمانجه على كانت الكمانجه من الاول ديال الملحون راه ستريما في واحد الوقيته كانت الكمانجه كانت انسترومون جديد مودرن. يعني يقدر قالوا ليه انت جيب لنا هادشي ديال الغرب ولا الشيطان ولا مسائل حيد علينا من هنا حنا راه عندنا غير ربابو راه نفس الحاجه راه غير بنادم كينسى وثانيا كيبقى هادشي كيبقى ديما المشكل ديال الاجيال ديال اللغه ديال الاجيال ولا اللي هذه حاجه اخرى هذه. يعني كل جيل راه كيفرض راسو مع والديه ولا الجيل اللي سابقوا جي لامبرسيون بعض الاحيان هذا النقاش حول الثقافه كنهضروا على مسؤوليه الدوله
مؤسسات ديال الدولة في الشق الثقافي وكان نركزوا عموما على الجانب الإمكانيات. كلمة الإمكانيات كتزاود بزاف او رأي في رأي انا يا وما عرفش واش كتشاطرني هذا الرأي اون بلوس بوزوان سياق عام مناسب للتطور ديال الشأن الثقافي في المغرب والتحرير ديالو على اننا محتاجين إمكانيات. دي زيكزومبل كونكري الى خرجنا من الدار البيضاء كازا ما علينا ان كاين في الدار البيضاء كازا هاد المشاكل هادو في المركز الى بعدنا شويه على المركز نمشيو لفاس نمشيو لوجده نهبطوا لاكادير ما عندكش مشاكل في الفلوس كتقدر الدراري ديال الجمعيه دي زارتيست يقدروا يتجمعوا وغيديروا بتيت كانيوط وغادي يجمعوا باش غيجيبوا احسن ماتيريال في 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 قرايد الماء في كاع داكشي اللي خصهم باش يديروا ان كونسير ولكن كيبقى لك مشكل غير كيفاش غتفكا مع لي زوتوريتي وفين غديروا بغيتي اوكي مرحبا غادي نخليو لك دار الشباب اييه المشكل بعدا في دور الشباب ديالنا كاع لي صال كونسير ديالهم ماشي ادابتي للكولتور ديال فيهم جليش ماشي مشكل تزليج الكراسه الاكوستيك مثال دابا انا مثلا انا كبرت في فاس دار الشباب ديال فاس كنعقل كنا كنديروا في هذه كونسير فاسيلمون وراك قلتها قبيله يعني في الاول كنا كنديروا ما كانش عندنا مشكل ديال القاعات علاش حيت كانت قاعه ما فيهاش كراسه قاعة ادابتي لان كونسير ديال ميوزيك اوربان غير المشاهدين بان حمزه هو صحفي ولكن ايضا موسيقي ومغني ديال الراب عنده فرقه ديالو معروف اي واحد الوقت داروا الكراسه ما بقاش يمكننا نلعبوا تما هذا كونسير حيت فاش كيجي كيجي المنظم كيقول لك لا عفاك عندك صدق قطعي لي الكراسه عندك صدق قيسي لي الكراسه يقدروا نوع ديال الموسيقى ما كيصلحش لهنايا فوالا جينا امبريسيون كو في المغرب كاين ما كاينش مشكل الامكانيات حيت حتى ما كاينين امكانيات لي بيدجي اللي غتخرجوا من وزاره الثقافه ضعف البيدجي ديال وزاره الثقافه براسو ضعيف وزاره الثقافه براسها ما فاهماش جي لامبريسيون دي فوا ما فاهمينش التطور اللي حاصل في الشان الثقافي في المغرب لان عندنا دابا اشكال ثقافيه متعدده ظهرات اللي الناس مازال ما فهموهمش لو هيب هوب وهادشي اللي كنهضر بعدا بعدا ما كاينش امكانيات امكانيات ماديه ولا امكانيات ديال الميزانيه ديال وزاره الثقافه كتمشي في الفونكسيونمون فوالا يعني هي ساليماج ديال لو رابور ديال البلاد مع الثقافه يعني مع الشان الثقافي يعني صغيور اي هاد لا بيرسيبسيون هادي اللي كنقول لك اللي ما حاضراش انا نعطيك مثال اني باب في ان كارتي معروف في الرباط في اطار لو بروجي بحال ليكيفالون ديال صباغه باغا في الرباط كنخدموا عليه ديال الجدار داروا ان مور رسموا فيه باذن ديال السلطات نضوا الناس ديال العماره صبغوا في عينين السلطات جي بلوس لامبريسيون كو دوله ومجتمع عندهم مشكل بانه فهم واستيعاب هذه الامور هذه وتوفير لها السياق باش انها تتحرر وانها تعبر على راسها بلوس كو مشكل ديال الامكانيات. انا بالنسبه لي ماشي مشكل الامكانيات يعني الامكانيات في واحد ليطاب اخرى من بعد من قبل ما نوصلوا لكاع هذا السؤال ديال واش كاين امكانيات ولا لا راه كنقولوا بعدا اش كنديروا شنو بغينا نديروا ويلاه نديروا وكأي مشروع في اي مجال الامكانيات كيجي خاصك تخدم بزاف الاول باش كتوصل لواحد الفتره اللي ديك الساعه عاد غتقلب على الامكانيات وخاص تستحقهم الامكانيات باش تستحقهم خاصك تكون بعدا كتعرف حيت كاين نعطيك كاين واحد ليكزومبل بالعكس راه كاين اللي كيجيو الامكانيات وما عندوش لا ني لا كومبيتونس ني لا بون ديمارش يعني ما مدوزش ما عندوش التجربه حيت خصك تجربه باش تعرف الامكانيات كيفاش تستعملهم. وانا معاك 100% في هاد هادي حيت غير بالنسبه لماشي الامكانيات اللي هو كيبقى واحد العلاقه بين المجتمع المدني بين الناس بين 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 لي زوتوريتي وبين وبين غنرجع لك لو بريفي كاين ثلاثه ديال ان تريبتيك مهم بزاف اللي علاش خص تكون الثقه حيت الدوله ما يمكنش الدوله دير كل شيء ولو رول ديال المجتمع المدني هو يكمل راه هنا فين كنقولوا الله يحسن العوان يعني خص يكون واحد التناسق باش نوصلوا لشي حاجه مثلا نرجع لك غير لواحد نرجعوا للدرب للحومه الكارتي خص الكارتي تكون فيه يكون فيه مسرح يكون فيه واحد المحل واخا ما عندوش الامكانيات بزاف الا كان ترحاب الا كانوا الناس اللي مسيرين داك المحل كيحلوا الباب وكيبتسموا. الدور اللي كان ديال دار الشباب شحال هادي ديال دور الشباب وديال بزاف ديال لي زيدوكاتور لي زانيماتور في الثقافه وفي الرياضه مثلا في المدرسه العموميه كانت لايسيس نهار الاربعاء في العشيه ونهار السبت وكانوا الاساتذه ديال الرياضه هما اللي كانوا متطوعين وكانوا كياثروا
يعني الشباب وكانوا لي وكانوا لي شامبيون انتر سكولير ديال في الكوليج في الليسي في الكروس كونتري في الكره في الفولي في الهوند في الباسكت هادشي كامل ما كانوش الامكانيات غير كان واحد ليسبري ديال ديال واحد العمل الجماعي اللي بغيت نرجع لك السي حمزه هو انا بالنسبه لي القلب ديال هاد السؤال هو العمل الجماعي ما بقاش حيدنا يعني ولا دابا العالم ديال اليوم اللي دخلنا ليه الواحد عنده الطريق ديالو بوحدو كانسان او كمثلا غير عائله ما كاينش علاقات مع ناس اخرين في الدرب حيت المغرب حتى اش نقول لك دابا واحد تبدلت ديموغرافيا راجي من واحد الثقافه جماعيه ديال الموضع ديال الدوار ديال القبيله حتى الناس اللي في المدينه مثلا الحي الشعبي مثلا هو كيكمل العقليه والفلسفه ديال حنا ما بقاتش هذه الفلسفه ديال العمل الجماعي راه فينا توصل خلي الامكانيات الامكانيات كتجي وقتهم اسمع لي غادي نكرر الفكره ديال الامكانيات تمشي هما المهم ما كنهضروش على هذه 100 عام كنهضروا على هذه 10 سنين ولا هذه 15 عام في المجال ديال الموسيقى مثلا كيظهر لي بان تراجعنا بزاف رجعنا باللور الى جينا نشوفوا لي زاني 2000 الدار البيضاء ولا المهرجان كان مهرجان في الدار البيضاء كان مهرجان في الداخله كان مهرجان في شفشاون حالين المجال لا لا تكركوس لا سين ولا لي ميوزيك اوربان المهرجانات تابعين الساحه المحليه اكزاكتومون وكانت واحد لا بول وقعات في الثمانينات كيعيطوا لها نايضك وكان كلشي فرحان الناس خدامين والحركه اكسيتيرا يمكن الصحافه ديك الوقت كانت سبقات شويه الوقت ودارت واحد لا كومباريزون مع لا موفي ديال اسبانيا هي حيت كانت بدايه ديال شي حاجه المغرب شحال ولكن داكشي دار هبط في دقه واحده علاش لا حيت هذه القضيه ديال امين مصحبه هي بانه فعلا يعني بانه كنا كنذكروا بانه في البدايه ديال الالفينيات كنا كنتكلموا على نايضه نايضه بانها كنا كنشبهوها بموقع في اسبانيا الموفيدا يعني كانت واحد الحركه ثقافيه اجتماعيه ضربنا شويه لا المهم المقارنه بان ظهرات مثلا عطاتنا مثلا اشهر واحد اللي هو رمز الموفيدا هو المودوفا المخرج الاسباني واش فعلا كانت عندنا شي حاجه في المغرب والباقه واش مستمره واش سالات اللي هي فعلا واحد الحركه واحد الزخام اللي كان ثقافي اجتماعي وكيفاش كتفسروا انت لانك انت عشتي انت من بين هذوك لي زاكتور ديال ما يسمى بنايضه كانت شي حاجه يعني في الموسيقى في السينما في الصحافه في يعني الادب غير حنا زربنا ودرنا عنوان خلينا نشتغل وقتها درنا عنوان ومشينا كاملين مع العنوان راه هذا هو المشكل يعني راه بعض الخطرات ما خصكش تسمي وما خصكش تعطي اهميه للخدم يعني خصنا نخدموا خلي المؤرخين يديروا هادشي اي هادشي اللي كاين ولا خص تكون خدمه يعني لا برودكسيون بزاف راه حتى كضرب سنين ديال لا برودكسيون في مجال السينما وفي الموسيقى وفي كل شيء في المسرح ويكونوا كيتخلطوا بيناتهم يكونوا يعني دي بروجي بيناتهم راه هادشي اللي كيعطي واحد راه زربنا فعلا داكشي اللي موقعش يمكن اللي كانوا دي فرونتيير بين وقع اكسبسيونيلمون في كلكو بيرسون وكلكو بروجي ولكن راه ما وقعش بصفه عامه بحال قلتي مشينا ثاني مع السهوله بحال دابا المشكل ما كان دابا خصنا نشوفوا المحتوى لو فون دابا كنبقاو بلوكين غير في لا فورم بحال دابا صافي راه داكشي خدم مزيان راه بحال الا وصلنا هو باقي يلاه كنبداو راه ما عندك فين توصل طريق طويله وكلشي في الطريق ماشي في الا وصلتي راه ساليتي يعني ما وكنظن ما خديناش يمكن ما كملاتش حيت هنرجعوا للاسباب الثاني اللي واضحين بالنسبه للموسيقى بالنسبه ليا ما كانوش الاماكن فين الفرق غادي يلعبوا كنهضروا على الساحه المحليه الموسيقى الشبابيه فين كيلعبوا شكون اللي كيعيط لهم شكون اللي كيهز التليفون الو راه بغينا نبرمجوكم في المهرجان ديالنا ما كاينش يعني شكون اللي كيتبرمجوا الفرق المعروفين الاسماء المشهوره شكون الاسماء المشهوره كيكونوا في الموسيقى لا بوب في المينستريم اللي هو كيكون غير واحد الطرف من الساحه الموسيقيه يعني غير واحد المجال خاص هادو معروفين وبطبيعه الحال غادي يعرضوا عليهم مهرجانات يمكن هاد الموسيقى لا جوستمون يمكن سين تيوري لي ميوزيك اوربان شكون قبل لا بوب ماروكان قبل لا بوب المغربيه
راه قبل هاد لا نوفيل بوب حيت كانت واحد لا بوب ديال ديك الساعات مي قبل هاد لا نوفيل بوب واخا بزاف ديال لي ميوزيسيان ديال هاد مشاو لا نوفيل سين مشاو لا بوب وصلنا غوما هضره ملي كتشوف لا بوب في العالم كامل فرنسا البرازيل ولا السنغال كتلقى مثلا لي ميوزيسيان لي انسترومونتيست اللي كيلعبوا مع مغني ولا مغنيه مشهوره كتلقى عنده واحد نيفو عالي راه كتلقاه جاي من الجاز ولا جاي من لا سين اندر جراوند ان توكا هو كيكون جاي من واحد لا لا سين في واحد لا كرياسيون اللي خص هذيك هي اللي كتكون الاساس يعني المينستريم راه سطحي ولكن ملي كتدخل لداخل راه كتلقى شنو هو كتلقى واحد الساحه اللي هي الاساس هي الاساس ديال هادشي كامل واش ماشي انترنيت حتى هو مثلا بحال يوتيوب هذا الشيء ساهم حتى هو في التغيير ديال الامور مثلا بانه الان كنشاهدوا مثلا بانه كاين شي واحدين فنانين باقيين جداد الان كتلقى 7 مليون دو فيو 10 مليون دو فيو بارفو كتوصل حتى ل 20 مليون زعما مشاهده في, 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 في يوتيوب وبانه هاد الناس ما كانوش محتاجين بانه يدوزوا من قنوات مثلا بحال البولفار ولا يدوزوا مثلا من ساحات ولا مثلا من قاعات ولا من مسارح حتى كتجي كتلقى بين 20 في الضاحيه ولا ستار مثلا وما دارش من المدرسه وما دارش من المدرسه مثلا شفنا مثلا هاد اليوم مثلا هاد العام هذا مثلا داك ما بين بيكو وديزي دروس يعني المغرب كل وقت كيتسنى هاد الكلاش ما بين هاد الجوج هادو حيت كاين بوبليك كبير وكاين هادو جوج اجيال مختلفه وكاين وبيك داز من البولفار بيك داز من البولفار ديزي دروس ما كنظنش بانه داز من البولفار لا لعب في البولفار ما داش من لا كومبيتيسيون مي البولفار حيت كاين حنا كنبروغراميو الدراري اللي دازوا من لا كومبيتيسيون او يعني بزاف ديال الفرق عمرهم هوبا هوبا سبيريت مثلا ما دازوش من لا كومبيتيسيون واش القضيه الانترنت الانترنت واش وهذا اليوتيوب مثلا خصوصا واش ما غيرش ايضا حتى من الوجه ديال الموسيقى في المغرب معلوم في العالم يعني دابا 20 عام هذه راه كاين واحد تغيير جذري ديال الساحه الموسيقيه في العالم يعني ما بقاتش لاندستري ميوزيكال كما كنسمعوها بلو كرون ستوديو بان برودكتور بين ميزون دو ديسك اللي غادي تشد الارتيست وكتبدل ليه حياته راه ما بقاش هذا الشيء بقى غير في واحد الفئه معينه وصغيره يعني حتى دوك لي الفنانين الكبار اللي كيبيعوا الملايين ديال لي البوم ولي سيدر ما بقاوش كيبيعوا دازو كيدوزوا دابا لو ستريمينغ لو ويب وبطبيعه الحال الانترنت غير وباقي تغيير خدام وفي المغرب مثلا يوتيوب هو اللي اعتق واحد الساحه فنيه كبيره مثلا كنا نهضروا على الراب الهيب هوب راه مثلا حيت كتلقى الانتاجات كتلقى دابا بزاف ديال الا جينا نشوفوا دابا اليوم الراب والهيب هوب هي في الساحه المحليه هما المستقلين كاع هما لي بلوز انديبوندون لي بلوز اوتونوم اللي بحال قلتي ما محتاجين حتى واحد عندهم لي برودكسيون ديالهم كتلقاهم منظمين عندهم لا برود بوست برود لي كاميرا ديالهم عندهم صحاب الجرافيز عندهم الجمهور عندهم لي ريزو سوسيو منظمين بحال شركه وكيديروا هما لوتو برودكسيون وطلع النيفو ديال مثلا ديال لي كليب ديال لا رياليزاسيون راه حسن ما تنساوش واحد 15 عام ما كانش الصوره كانت ناقصه بزاف كانت لا سين شويه اليوم ما بقاتش لا سين اليوم علاش يوتيوب هو اللي اعتق حيت هاد الفرق ما كيلعبوش ما عندهمش فين يلعبوا يعني الا ما لعبش في البولفار اللي هو مختص نقولوا بواحد الساحه الميوزيك زوربان راه ما عنده فين يلعب مره كيلعب كاين في الصويره كاين لا سيل دي زارتيست اللي طالعين جوهره حتى هما دايرين ان ترومبلان وكاين مره كتشوف ولكن قليل هادشي بزاف يعني مهرجان كيعيط على الناس اللي معروفين وما حتى واحد ما دار بالحساب الفرق اللي طالعين يعني لي غروب اميرجون وفرق اللي طالعه خاصها العوين يعني كاين ماشي كتكلف بها كلها ولكن ما يمكنش تخليها بوحدها شنو هو العوين تبروغراما مثلا في المركب الثقافي ديال الحومه مثلا المدينه يكون عندها واحد كتنظم مره دي زيفينمون ولا دي بروغرام ديال يعني الموسيقيين في الطور الاحترافيه راه مهم الا ما كانش هادشي شكون اللي غادي يديرو راه كتبقى مسؤوليه ديال كاين واحد النقطة أخرى يا حمزة كاين واحد النقطة أخرى هي عاوتاني بأنه هذا التطور ديال الساحة الفنية والموسيقية والبولفار يعني من بين المؤسسات المهمة فيها يبان أنها كتكون دائما مرتبطة مع التطور ديال البلاد والتطور ديال الحريات والتطور ديال الوضع السياسي مثلا كاين شي مثلا الموفيدا مثلا اسبانيا شنو وقع ولكن مثلا بحال كنشوف مثلا في المغرب كانوا مثلا وانتم عشتوا شي مراحل بحال هذه مثلا هذيك القضيه ديال اللي كيسموا لي ساتانيست يعني بان واحد الشباب تم الاعتقال ديالهم في 2003 وشافوا واحد يعني
واحد الكوشمار يعني واحد الكابوس عاشو ديال بانه الاعتقال على اساس انهم كيديروا موسيقى ديال الروك. 20 فبراير ايضا الحركه ديال 20 فبراير حتى هي كانت واحد الظهرات عاوتاني اشكال ديال الموسيقى فيها. كيفاش كتشوف هذا الارتباط هذا هذه المراحل هذو ما بين التطور ديال الوضع السياسي والحقوقي في المغرب والتطور ديال الموسيقى؟ واش كي غادي مع بعضياتهم؟ واش غادي في الديكالاج ولا كيفاش كتشوف؟ بعدا الموسيقى والفن هو كي كيترجم لك شنو واقع يعني كيترجم لك الطريق ديال المجتمع ديال الانسان في المجتمع. لا بالنسبه ل 20 فبراير او 2003 2003 مثلا الدراري تشدوا في الحبس حيت كيقولوا راه عبدت الشيطان وخلقوا شي قصص وداكشي تنتحشر بواحد الطريقه، ولكن في نفس الوقت كانت رد الفعل كبير من الفاعلين المجتمع المدني والصحافه وتجاوزنا هذا الحد. بالعكس هذه القضيه هي اللي عطات عاوتاني واحد الشحنه جديده بالنسبه ليا هي راه هي اللي كبرات ديسيزيف في قصه ديال البولفار معلوم في البولفار وفي يعني في لا ميوزيك في لا نوفيل جينيراسيون يعني في لا نوفيل اكسبرسيون في الساحه الموسيقى لي ميوزيك زوربان عاد المغاربه كلهم ساقوا الخبار. راه كاين واحد الجيل عنده واحد التعبير ديالو عنده واحد الطريقه باش بغى يعبر وكيدار باش ياخذ ديك البلاصه وكاينه ماشي لغه جديده ولكن ديك اللغه العاديه هي باش كنهضروا يعني بدات كدوز مثلا في الاذاعه راه هي راه ماشي لغه جديده راه غير حنا عندنا واحد موقف شويه بين قوسين مع اللغه يعني بحال قلتي ترخينا شويه ولينا اعترفنا المراكشيه اعترفنا اعترفنا وغير ما بنادم ما يبقاش عاوتاني هضر ليا بالعربيه الفصحى راه ما يمكنش بنادم خلي الناس يهضروا بطريقه باش كيقدر يوصل يعني المحتوى الميساج ديالو هذا هو المهم. حمزه لا باش نرجع للنايضه بيرسونيلمون مو جو لي فيكو في ان سيغتان اج ستادير ديبي دادوليسونس بدايه 2000 وفي ذاك السياق فين اكتشفت الموسيقى لا ميوزيك اوربان بدايه الاحتكاك انا هي كنعرف ربما هشام توا يكون ربما عرفت اكثر مني في لي ستازوني كونت اون بار مثلا دو موفمون هيب هوب كان واحد النمو ونمو طبيعي خدا واحد الصيروره عاديه ديال اون باس دو لاندر جراوند بعد بدينا بلي بارتي ديال لي سواري وبدينا نبعد فوالا التقاء الحركات الاجتماعيه ديال مع لو موفمون هيب هوب تكون واحد الواعي وزدنا ووقعت لا غير ايست ويست كوست ودخلوا لي غانغ ومن بعد عشنا لو جيغي ومن بعد زدنا لا سور اندسترياليزاسيون ولكن بقات واحد لا سين اندر جراوند ايل ريزيست ومهيكله. علاش؟ حيت كاين مئات لي راديو لي ستاسيون راديو وكاين هو السياق العام اللي علاش هضرت السياق العام ديال الدوله كيساعد على انه حتى ذاك الثقافه الهامشيه والاندر جراوند عنده هيكله يمكن لك تعيش وعنده بلاصه فوالا. في المغرب جينا امبريسيون كو كنا غاديين في واحد النمو طبيعي يعني شي حنا بدينا في الاخر ديال الثمانينات الاول ديال التسعينات اون بار في كازا كنهضروا على لاكاج كنهضروا على دي بروميير رابور اونتر كازا وسلا كنهضروا على دي جروب اللي كانوا بداو ديك الساعه كيلعبوا في دي باند دو قناوة مقياس بشي حوايج اخرين نهايه التسعينات اول مره انا غنشوف لو راب بدا يصف في التيلي نوتامون في القناه الثانيه امين اوفيس سلا فوالا امين اوفيس شفت زوم دوبل اي بزاف ديال الجروبات فوالا اي جات بدايه 2000 حسينا كاملين بواحد النوع ديال الانفتاح في كاع المجالات وكنظن هذا الشيء لعب شويه على لا بسيكولوجي ديال لي زارتيست كاملين اللي كانوا كيكونوا هذا لو موفمون اوربان بحال بغاو يجريو اكثر دغيا لذاك لاندستريالزاسيون اللي يمكن توهموا الناس انهم حيت كيدوزوا في لي بلاطو تيلي شاك سومان حيت واحد الوقت هاد لاغتيست استعمروا فرضوا راسهم في لي بلاطو تيلي جو برون ان تيتر بحال عيسى وصاي ديال اشكاين انا بوغ موا سي انجح تيتر كوميرسيال في تاريخ الراب المغربي لان انتشر بواحد الطريقه انكرويابل وتشدات لا بارونتيز اللي كلشي كيدوي عليها في المغرب وشدات معها ترى بارونتيز ديال هذا الشيء لان هاد لي زارتيست كانوا كيدوزوا في لي فيستيفال ما بقاوش كيدوزوا فجاه جو بونس من غير بيغ كيلكو نون اللي هربوا زادوا شي ما بقاوش كيدوزوا لي كاشي طاحوا في لي فيستيفال الوغ كو كانوا طالعين شويه لي كاشي كانوا كيديروا لي تورني مع الشركه اتسيتيرا. وبالنسبه ليا لو فغي نايضا كو كنتوفروا له الظروف هو انا من بعد 20 فبراير اللي هضرت عليه اللي هو بداو كيبانوا
واحد الامور بداو كيبانوا دي غروب اللي لعبوا بواحد ان سيرتان طلعوا شويه لو بلافون ديال لا ليبرتي ديكسبرسيون بداو لي كونسير بحال رجعوا سورتو في لي فيل صغار راه يفو سويف شنو واقع في لي فيل صغار لي بيتي كونسير لي كونسير بريفي اللي كيداروا ما عرفتش هشام تو بارطاج هاد لا فيزيون دي شوز ديال انه بحال زربنا على راسنا بزاف وي وي كومبليتوم وانا حضرت ليها راه شفت مثلا هاد لا بيرو 2004 2005 2006 كانت نايضه كانت كانوا لي جروب جوستمون كنهضروا على نهضروا على اش كاين بيغ هوبا وباسبيريت ترقا هاوسه هي كانت طالعه وفرق اخرين اللي كانوا كيلعبوا باري اللي كانوا قراب من البوبليك وكيتجابوا معاهم وهما كانوا يعني كيشخصوا الجمهور والجيل في ديك الساعات وستين غيوسيت اللي حنا كاملين يعني هذه الفتره هذه كتحس بدا داكشي كيتانستالا كانوا دي فيستيفال كانوا دي شركات دي زانونسور اللي كانوا كي عيطوا على الفراق يعني كان اشهار فوالا وشحال من واحد المشكل دابا شحال من واحد كيتسحب لي داكشي يبقى ديما بحال هكاك الوغ هو سوف بحال دابا هنا في المغرب راه ما خصكش تثيق لا يعني راه كتقدر تجي واحد حيت ما كاينش الساس ما كاينش ما يمكنش تلعب كل عام في مهرجان ما يمكنش ها انت لعبتي فيه مره جوج ثلاثه راه الا ما كاينش شي حاجه اخرى راه من غادي تسالي الكريدي ديالك الناس اللي خدموا بقاو كملين خدامين راه باقيين اليوم باقيين في الساحه اليوم ايوه من هاد لي جروب اللي معلوم اللي قلتي هوبا هوبا مازالين باقيين كيجيبوا مثلا بين الفرق القلاده اه اللي لان واحد الوقت ما الفنانه يمكن ما نعمموش ولكن ما خدموش متفق معاك هوبا مزيان ملي قلتي هاد ليكزومبل علاش حيت هوبا سي فريمون الموديل كيبقى فريمون موديل في هاد الساحه الفنيه كلها ماشي غير في الراب ولا الروك لا موديل دو دورغانيزاسيون دانديبوندونس هما يسوتو برودويزو هما اللي كيسجلوا هما اللي كيجمعوا الفلوس من اللي كاشي كينظموا المسائل وعندهم واحد لا ديسيبلين في لي ريبيتيسيون يعني خدامين ك دي زونتربرونور وما كيتسناوش باش نسالي حيت هو مهم هو دابا جروب معروف يقدر يعمر لك تيران كبير راه ما كيعيشوش اليوم بالموسيقى هذا هو المشكل الكبير هشام بحكيم واحد القضيه بان تكلمنا على التطور ديال الموسيقى وتكلمنا على التطور ديال الساحه الموسيقيه الفنيه في المغرب ولكن كاين واحد القضيه مثلا بان البولفار دابا 20 عام ديك نفس كهضره انك كنت كتدخل من اعداد البرنامج كنا كنتكلموا قلتي بان دابا ولاتي كتشوف هذوك اللي كنتي كتشوفهم 20 عام جايبين ولادهم دابا واش من خلال اللي شفتيه ومن خلال لاحظتي وقع حتى تطور حتى في الذهنيه وفي العقليه ديال الشباب المغربي يعني داك الشباب اللي كنتي كتشوف 20 عام هادي في الانتظارات ديالو في علاقته مجموعه ديال الامور واش تبدل ما تبدلش سؤال فلسفي صعيب فعلا اليوم كنشوفوا مثلا في المهرجان في البولفار كتشوف جوج اجيال غير في البوبليك وفي لي زارتيست كتلقى دابا هاد لي زارتيست اللي كنا كنهضروا عليهم ديال 2000 2002 4 5 كاين اللي عنده ثلاثه بنيتات وليدات يعني كيجي كاين واحد الجو عائلي بعدا في البولفار اليوم جمهور مخلط كاين بزاف ديال العائلات مخلط لا نهار الحد لا نهار السبت لا نهار الجمعه ولكن خاصه نهار الحد اللي كيكون جورني فيزيون وحنا اكتشفنا ثاني جمهور اخر يعني دي كود جداد راه شنو نقول لك دابا شي 8 سنين هادي بين حيت هي كتكتشفها بواحد الطريقه يعني فجأة لا حيت كتشوف دي ستيل مثلا غير في الراب والهيب هوب كاين تراب تراب اليوم وكتشوف جوج افواج جوج لغات وكاين واحد لا بريز دو بوزيسيون بارابور لولد سكول تراب لا راه في الراب داكشي راه يعني في المجال الراب لا هادشي ماشي راب يعني كاين هذا النقاش وكان بصفة عامة بالنسبة للأجيال يعني راهم كيقسموا نفس واحد الهوية في الموسيقى في الميتال ولا الروك مثلا ولا هذاك ولكن راه كتشوف جيل جديد اللي هو اليوم الجيل ديال لي زيكرو ديال واحد اللغة أخرى ديال لي سمارت فون ديال لي ريزو سوسيو المواقع الاجتماعية طريقة أخرى باش كيبدعوا ثاني اليوم كاين ابداع مختلف حيت كاين ابداع في الصوره في الموسيقى في التليفون في هنا كاين هنا فين كتشوف واحد الفرق كبير حنا كنمشيو كنحاولوا يعني نمشيو في هذا الاتجاه يعني فاسون بولوار ديما كنا كنخدموا بزاف ديال الناس اللي كنستاشروا منهم لا بالنسبه للبرمجه لا بالنسبه للافكار
وغاديين وحنا كتلقى واحد ثاني واحد ليكيب مخلطه فيها القدام والجداد ويعني خص تبقى ديما متبع حيت لو شونجمون يلي با يعني كي واحد حيت واحد القضيه مثلا بولفار مثلا بين انا شخصين سنوات وكنمشي ليه يعني كتلاقى تما كاين واحد الشاب كتقول له هذا الشاب واش فين كيكون في الاخر في الايام الاخرى ديال ديال ديال, ديال العام علاش ما كيبانش علاش ما كيبانش في الايام الاخرى ديال العام لانه لا في الشكل ديالو ولا في الطريقه ديالو ما كيبانش في البولفار مجموع في البولفار يمكن حيت كاين تركيز مجموع كيجيو من المدن اخرين كيجيو بزاف من الوجده من الاكادير من مراكش كيجيو بزاف من المدن اخرين حيت عندهم عتاني كاين دي ستيل دو ميوزيك اللي كان غير في البولفار ما كاينينش في مهرجانات اخرين خاصه النيتال خاصه الهيب هوب وفعلا ملي كيتجمع داكشي في تيران كبير ديال الروغبي حنا دابا كاينين في ملعب الروك راه ماشي بحال اللي تلاقيتي واحد اربعه ولا خمسه في الزنقه في السونتر فيل يعني كيبقى البولفار كيبقى البولفار بحال قلتي واحد مره في العام كيزوروا فهمتي وكيتلاقاو الناس وملي كيتلاقاو كاينه واحد الثقافه بحال قلتي ديال ديال الكرنفال يعني راه الحفله وكنزيدوا غادي نكزاجيرو حتى في اللباس وهاد القضيه راه كتخلع شحال من واحد كيتيق يعني بزاف الناس اللي بعاد شويه على هاد الشيء راه كيتيقوا داكشي اللي كيشوفوا راه الناس راه كيضحكوا بيناتهم يعني الكرنفال ندوز الان فقره اخرى من البرنامج وهي وجهه لوجه ثلاثه دقائق لكل واحد الامين وحمزه طرح الاسئله السي هشام تفضل سي هشام شنو هشام غنجاوبك على القضيه ديال الكرنفال البولفار كان هو المتنفس الوحيد في ديك الوقت 90s حتى 2000 بزاف ديال الشباب هو وفيستيفال ديال القناوه ديال الصويره لانهم جاو في واحد الوقت او ميم طون كان ردود الفعل كثيره كنتو كتحرض على الفساد وكتشجعوا الفوضى كان نجيبوا الغرب للبلاد كتجيبوا الغرب للبلاد وعبدة الشيطان ايتترا ايتترا واش اليوم مازال كتلقاو واحد لا ريزيستانس بالنسبه للناس يمكن اللي مازال كنتي مازال ما فاهمينش ولا كيتخلعوا من البولفار كاين شي بركه كاين مره كتلاقى مع لا كاين اللي غادي يقول لك عبدة الشيطان ولا ولكن ماشي بحال ماشي بحال في الاول ماشي بحال 2003 وصلت للبرلمان ولكن واخا داكشي حتى في الشباب راه كاين مثلا صحاب الميطا راه كاين واحد طرف من الشباب اللي كيجيو باش كيتعداو عليهم حيت كيقول لك هادو عبادة الشيطان ولا هو كاين عده ثقافات وملي كتكون ثاني مراهق او شاب راه كتكون كتبع واحد لا مود وكتبع واحد الكود هذه عاديه وثانيا حنا في المغرب ما تقدرش تجي حتى المغرب وتقول هذه المسائل حيت حنا بعدا في واحد الثقافه اللي عندها منابع بزاف وعندنا حنا لا نوسيون اللي كيقولوا ديال لا ديفيرسيتي اللي يمكن يلاه كيكتشفوا في الغرب اللي كيهضروا عليها بزاف هي باغ ديفو راه كاين عندنا راه غير في المغرب راه من الشمال حتى الجنوب راه عندك عده ثقافات مختلفه عده دول عده لغات راه هذا هو اللي خصنا نفهموه وخصنا نقدوا بعدا على المغربيه اما باش تقول لي انا نجيب الهيب هوب من الامريكان الهيب هوب جامل يفرش جامل هنا راه عقليه راه فلسفه قبل ما تشوف لا فورم كتشوف دوك الناس اللي مشاو كيهضروا بالريتم راه هذا هو الاصل ديال الهيب هوب يعني وما بقاتش في المسائل السطحيه شوف المحتوى المعنى اشنو هو المعنى شوف الانسان كيدير الداخل التربيه ديالو القيم ديالو اش كيقول والواحد عتاني مش هنقول لك خص يعطي المجال يخلي اتساع الواحد اللي مقابل معاه ماشي ما يمكنش تجي تفرض على الانسان هضرنا على البولفار بزاف على الموسيقى ولكن جمعيه البولفار ماشي غير البولفار كاين بزاف ديال المسائل كيديروها في العام كاين البولتيك اللي كيتكونوا فيه دي فورماسيون كيكون فيه التدريب دي كونسير العام كامل دي كونسير كل سيمانه كيديروا كاين صباغا باغا كاين جدار لا بارتيسيباسيون ديال الجدار اكسترا هاد الميكروكوزم اللي كونته اليوم شحال كيقاس من شاب تقريبا شحال عندكم من جمعيات من اللي كتعاونوهم من الجروبات اللي كتعاونوهم يمكن لك تدينا ان بيلون ديال العمل اليومي ديالكم 10 ثواني باقا 10 ثواني تفضل حنا البولتاك هو اللي كنخدموا العام كامل عندنا برمجه اسبوعيه
كاين حفلات كاين بزاف. حنا درناه بالنسبه للساحه المحليه اللي ما عندهم فين يلعبوا كيلعبوا عندنا. صبغه او جدار كان قيسوه ثاني بنفس الفكره ديال البولفار لا جون سين ديال الناس ديال لي زار فيزوال ديال الجرافيتي ديال وكنجيبوا الناس من مثلا لي زار بلاستيك ولا ديجيتال الزنقه باش يقسموا يشاركوا. يعني كاين واحد المجال واسع في المغرب كامل كبير. ما صعيب نعطيك واحد ان شيفر. مرآن ثلاثة دقائق ديال حمزه حشلاف. تفضل حمزه. داكو انا ما نطولش عليك. عندك السؤال خاطر ياك المهم باش نخليه هو يهضر ما بغيتش انا نطول بزاف في لي كيسيون. ديجا واش كتفكروا في لا 20 ايديسيون باسكو سي اون ايديسيون سيمبوليك بالنسبه للبولفار واش كاين دي زيدي كتفكروا فيهم؟ النقطه الثانيه الكونسيرن انت كتعرف انه الى وهذا غلط كنديروه حتى حنا في الميديا وانا فاش كنبداو اناليزيو شي حاجه on le fait à partir de Marquez, Rabat Casa, et on a tout ce qui me concentre, les médias, les entreprises. Ouais, déjà, je pense que vous avez déjà de Casa Rabat, ou vous marchez, soit vous travaillez en partenariat avec des associations, ou là, de mini-boulevards vagabonds dans d'autres régions du Maroc, parce qu'il y a un potentiel, qu'il y a un capital humain, vous pouvez vous travailler, ou vous pouvez vous faire une idée, vous pouvez vous faire tout ça. شنو السؤال الاول؟ 20 ايديسيون. بالنسبه لنا العام الجاي 2020 20 ايديسيون هي فرصه باش نفكروا بعدا نعاودوا نشوفوا شنو هما لي بريوريتي حيت كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كنديروهمش بطريقه صحيحه. حنا عندنا يمكن دابا 19 عام ولكن باقي كنتعلموا وباقي في يمكن النهايه ديال البدايه ولكن تعلمنا العديد من الحرف لا التقنيه لا في لا برودكسيون بزاف ديال المسائل في 20 عام ولكن كاين شحال من حاجه اللي بغينا نديرو اللي باقي ما قديناش نديروها نوطامون لا فورماسيون لي فورماسيون كنديرو لي فورماسيون ولكن غير بونكتويال ماشي حنا بغينا نديرو بواحد الطريقه العام كامل نشوفوا لي بريوريتي بالنسبه حتى لي غروب ترامبلان. حنا ما كنديروش واحد لاكومبانيومون العام كامل كندير واحد لاكومبانيومون كيبقى ليميتي على حسب الامكانيات اللي عندنا. الامكانيات ماشي غير الفلوس مي حتى الوقت و لي مويان اومان. كنبقاو بطبيعه الحال ديما التليفون كاين اي واحد كيقدر يعيط و راه بعض الخسارات كنعاونو غير في الريزو التليفونات الفيزا مثلا شي مسائل ادمينستراتيف ولكن بغينا نقادو شي مسائل au niveau de la formation, de l'accompagnement, on chauffe au bénéfice de l'année qui va venir, c'est l'objectif de l'année qui va venir. On pense que c'est 20 ans qui va venir. Mais au bénéfice de la question... Hors Casa Rabat, qu'est-ce que vous avez fait en 2010 en 2007, des concerts de Moudon, comme l'Agadir, en 2010, on a fait le boulevard tour, en Meknes, Tanja, Agadir, Casa et Marrakech, ou Meknes. 2014 درنا اون تورني في 11 المدينه مع 24 فرقه شبابيه مع الانستيتيو فرونسي. بطبيعه الحال كنديروها مع شركات ما يمكنش ندير كل شيء بوحدنا واحسن طريقه هي كتجتمع مع دي ستركتور اخرين. ولكن علاش ما مثلا بولتاك شحال واحد قال لنا نديرو في مدن اخرين. حنا بغينا بعدا نديرو داك الشيء مزيان نتحكموا فيه لا ميتريز ديال حنا باقيين بعاد على داك الشيء اللي بغينا نديرو في البولتاك واللي خاص ماشي هو حنا خاص ناس اخرين. هذا هو المهم في هذا الشيء كامل. خص ناس اخرين يديروا. علاش البولفار بوحدو بعدا ماشي طبيعي يكون غير البولفار ندوزو لواحد لا سيتواسيون المونوبول وي فو ليسي لا ماشي فو ليسي لا بلاص خص ناس اخرين يخدموا يتضاربوا مع الوقت يتضاربوا يصبروا ياكلوا العصا وحتى هما يضربوا. اخر حاجه كاين ان الوقت كاين داك التيليو في تيزنيت كاين البلاند في الرباط كاين الكوان كاين لوزين كاين دابا دي بروجي اللي بشويه بشويه بداوا تخوازيم في الرباط هشام بحو ندوزو للخيار ديالك لقات عندنا جوج دقائق ولا ثلاثة. هشام بحو الآن من الاختيارات ديالك واحد الصورة هو لا فيش ديال العام اللي فات ولكن ذاك الشخص فاس اللي اللور هو واحد الصحفي اللي كان توفى السنة الماضية وبحال واحد لوماج اللي بغيتو تديروه للسيد هذا. تفضل. أمل سامي اللي شخصنا في الملصق ديال 2018 لا فيش اللي دارها للسيدة أيوب عبيد نورمال. أمل سامي اللي هو فاعل جمعوي وصحفي وكاتب وماشي سهل يعني ماشي من الناس اللي كيقلبوا على السهوله حتى ملي كتجي السهوله كيقول لك لا بلاتي كيحاول يدخل ويشوف شنو كاين دور يعني واحد السيد اللي من بين الصحفيين الاولين اللي تبعونا اللي هو مجي واحد الثقافه ديال الروك ديال الميتال من الستينات والسبعينات في نفس الوقت الراي
والموسيقى الامازيغيه ديال الاطلس المضروب الصيت عنده الشعر القديم. سي كنا درنا مع واحد سميتو مشروع اسيد اللي هو بنينا جوج ديال المدارس في الاطلس المتوسط في تصميت فوق بالليل اللي عاونونا بزاف ديال الفرق الموسيقيه. يعني كان هذا ان طرافاي كوليكتيف وكيعرفوا الاغلبيه ديال الفنانين اللي لعبوا معنا. كان مهم لنا باش نديروا ليه واحد لوماج. المهرجان غيبدا في نهار 13 في الشهر. في دقيقه في اقل من دقيقه شنو لي مومون فور بالنسبه لك؟ شنو اهم الاشياء اللي غتكون في هذه النسخه هذه 19؟ لي مومون فور لا بروغراماسيون. كان انفيتي الناس يجيو يشوفوا ديزي دروس نهار الجمعه. دابيوزا كوليكتيف من بوسنا والهرزيغ. لوف اند ريفانج غرام وانتقام ديال مشروع لبناني على الموسيقى المصريه وسيرتو السينما ديال لي زاني 50 60 في مصر. حسن بوسو مهدي قاموم دراغانوف كاين بزاف ديال وكان الناس كنطلب منهم يجيو يكتشفوا حيت كاين بزاف ديال الفرق ما معروفينش ولكن حنا خدمتنا هما نجيبوا دي بروجي تري انتريسون غادي يجيو غادي يعجبهم الحال. شكرا غير يتعموا ويخرجوا من الدار. شكرا لك شكرا لك. وذاك بان الضيف ديالنا اليوم كان هو هشام باحو احد مؤسسي مهرجان ديال البولفار. شكرا لك حضور معنا. ايضا اشكر امين بوسحابه الصحفي بيوم ليكونوميست. شكرا لك امين. وايضا حمزه الشلاف صحفي بموقع دوزام فؤيما. شكرا للمشاهدين الكرام والى اللقاء الاسبوع المقبل. شكرا.